شيخ محمد؟ نعم. كيف حالك يا شيخ؟ بخير والحمد لله. في سؤال يا شيخ. نعم يا شيخ. نعم. الدعاء بعد صلاة الفريضة بدعة، هل هذا صحيح؟ أريد أن أسألك. نعم. أتحب أن تسترشد بما أرشدك الله إليه ورسوله؟ نعم. نعم ولا لا؟ نعم. تحب ذلك؟ نعم. اسمع كلام الله، قال الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. إيه؟ فبماذا أمر الله؟ أمر بالدعاء أم بالذكر؟ إيه؟ أجب. بالدعاء بالذكر. أمر بالذكر. إذن لا تعدل عما أمر الله به إلى شيء لم يأمرك الله به. طيب إيش؟ نعم. هذه واحدة. ثانيا، أتظن أن أحدا أنصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعباد الله؟ لا. من المخلوقين؟ لا والله. أتظن أن أحدا من المخلوقين أنصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعباد الله؟ لا والله. لا والله. أحسنت. علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته التشهد، ثم قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، فأمره أن يدعو قبل أن يسلم. وعلى هذا فإذا أردت أن تدعو الله تعالى بعد الفريضة أو النافلة فادعو قبل السلام، لأن هذا هو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولأن الإنسان قبل أن يسلم يناجي الله، فإن المصلي يناجي ربه. وهل الأولى أن تدعو الله وأنت في حال تناجيه فيها، أو إذا انصرفت؟ أجب. وأنا أولى أن أناجي الله قبل الصلاة. أحسنت. إذا شئت أن تدعو الله فادعو قبل السلام ولو أطلت الدعاء. لو فرض أنك بقيت ساعة أو نصف ساعة أو أقل أو أكثر ولم تسلم فلا بأس، إلا إذا كنت خلف الإمام فالمشروع لك إذا سلم الإمام أن تسلم معه إذا أتممت التشهد الواجب. طيب يا شيخ، إذا كان اللي يفعل هذا إنسان كبير، يعني كيف ينكر عليه بأسلوب حسن؟ الأفضل أن يتلطف إليه ويقول: يا أخي جزاك الله خير، في الفريضة أنت مأمور بأن تذكر الله. ويأتي له بالآية، ويأتي له أيضا بالسنة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن نسبح ونحمد ونكبر دبر كل صلاة 33 ونقسم بكلمة الإخلاص. في النافلة يقول: يا أخي أنت الآن في النافلة ادعو الله تعالى قبل أن تسلم فهو أفضل، وهذا هو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن أصر على ما كان عليه فالأمر ليس حراما حتى نقول يجب الإنكار.